هرجع لك تاني على الزمالك، التغيير دلوقتي ما يعملش مشكله للفريق ما تبقى من الموسم وانت في نص او مش في نص الموسم يعني في بدايات الموسم؟ ما انت عندك مشكله اوريدي يا كريم، انت عندك مشكله. الراجل مش عايز يلعب اللي يعرفه، هو مش عايز يلعب اللي اللعيبه بتعرفه. هتفضل الجمهور ماتش هنمشي يعني على سطر، يعني فرقه التا سولار دي اتخرجنا من بطوله افريقيا يا جماعه بسبب 45 دقيقه كاملين على ملعبك ومعاك الجمهور ده انت بتضيعهم. صح. حد كان يتوقع يا كريم ان فتوح ده يلعب بقى سيرد باك ثالث؟ مستحيل. حد كان يتوقع؟ انت نفسك بتقول دلوقتي انا مش عارف شيكابالا بيلعب فين، ولا عمر ديبر بيلعب فين، ولا زيزو بيلعب فين. الواجبات مش واضحه يا كابتن طارق، يعني انت ممكن تبقى على الورق حاطط كل واحد في مكان، بس انت واجباته في الملعب انا بحسهم ملخومين. مش ده مش طبيعي. هقول لك على حاجه يا كريم مهمه جدا. انت لما لعبت فتوح قدام مصطفى شلبي عملت جبهه شمال قويه. هو ده لما لعبت زيزو وعمر جابر عملت جبهه قويه جدا. صح. وقفت دونجا في نص الملعب ومعاه واحد تاني عملت شغل كويس جدا. مظبوط. اللعيب بقت مرتاحه خلاص، انا ما عنديش مشكله بلعب في مكاني حتى لو مش قادر اجري. صح يعني خد بالك فتوح الشوط الثاني بيجر في رجله وتعبان لان بقاله فتره ما بيتمرنش ومصاب. صحيح. ومع ذلك بيطلع الباص سليم، بيطلع الكرة سليم. صح. عمل جبهه ومصطفى شلبي قويه جدا. اصل الكوره مش عافيه يا كريم. مظبوط عندك حق. انت مش هتحطني دلوقتي طارق السيد بيلعب طول عمره باك ليفت، هتيجي تحطه وهاف رايت. هيأديها ازاي؟ هو ما لعبهاش قبل كده. ايوه تعالى معلش بقى يا كابتن عشان انت راجل حريف وبتاع كوره زي ما بيتقال على فتوح، انت راجل حريف وبتاع كوره، تعالى بقى انا عايزك صانع العاب. طب انت ما تحطني في مكاني هديك 100%، انا ممكن في اي مكان تاني هديك، بس هديك 10% و20%، فانت خسران وانا خسران زي ما حصل مع فتوح. يعني الاثنين هيخسروا. خاصة كمان ان انت يا كريم ما عندكش البديل القوي. عارف لو عندك البديل القوي صح ماشي ما عندكش مشكله. انما البديل بتاعك مش قوي دلوقتي، فانت يا عمي يعني اختصر الامور والعب اللي بتعرفه. وانت عارف بقى انت عارف الصعب فين كمان؟ ان انت مثلا انت راجل مدرب كبير، انت كمدرب لو عايز تجود شويه في طريقه اللعب او في الخطه او بتاع، انت بتبقى عايز تفاجئ فريق كبير قدامك بطريقه ما. جيت تتابع مع ارتا سولار، انت مش محتاج اصلا تجود، انت سيب اللعيبه حط كل واحد في مكانه وانزل العب، هيجيبه زي ما حصل في الشوط الثاني بالظبط كده. يعني انا عايز اسالك سؤال يا كريم. اتفضل. في الحته دي بالذات لان برضو دي نقطه مهمه جدا. هو من امتى نادي الزمالك بقاله 10 سنين ما لعبش اثنين فراوده؟ انا بدات باثنين فراوده ليه؟ صح. واثنين فراوده شبه بعض. صح ايوه شبه بعض، دي نقطه مهمه جدا يا كابتن طارق عشان الناس ما تاخدش بالها. شبه بعض يعني عنده نفس اسلوب اللعب ونفس الطريقه، ويعني مش واحد مختلف. يعني لو اوباما مثلا وسيف الجزيري مفهومه، اوباما وناصر منسي مفهومه. ماشي. تعالى بقى للنقطه الاصعب واصعب. ايه هي؟ ان انت لما جيت كسبت وكسبان 2-1 انت خرجت الاثنين فراوده في الملعب. دي بتلعب في شادو سترايكر. يا جماعه انا مش فاهم الفكر ده رايح فين. طب انت عايز تجيب جول وعندك فيرود دلوقتي بقيت بتلعب 4-2-3-1 شبه 4-2-3-1 وزود واحد في الهجوم من الاثنين الديفندرات، تقوم ساحب الفراوده وبدات تلعب على الجنبين خد بالك وتعمل كروسات. يعني انت عملت جبهتين، عملت جبهه فتوح وشلبي وعملت جبهه عمر جابر وزيزو، بدانا نشتغل كروسات. مفيش حد بقى. مبقاش في حد. طب ايه ده بقى يعني والنبي في حد يا جماعه؟ مفيش حد يفهمنا، حد يفهم. كابتن طارق. انا عايز افهم الاستمرارات. صحيح. يعني صعب. كابتن طارق انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما كلامك مهم ودايما مداخلاتك ولقاءاتك مهمه ايضا وفيها كلام عظيم جدا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك الاسبق.